وينه؟ وينه أبو عصام؟ شو بدك منه؟ وينه أبوك علي؟ عم قلك شو بدك منه؟ روح ناديله روح، أنا مالي حكي معكم. لا سيدي إلك حكي، وش كان عندك حكي هلأ أحكي؟ يا أما يلا هوينا. أي آخر مرة رح قلك يا، روح ناديله لأبوك، داري مع أبوك لحاله، روح. اسمع يا هلال، كساب الصلاة على النبي واهدى ولا تضوش. اللهم صلي على محمد. قلت لكم إني راجع. وينه بعصا؟ ها يكو شرف لبضاي. اسمعي يا هلال، نحن كنا جايين لعندك على دوما مشان نحكي معك نخلص من هالقصة كلها وتتصالحوا انت وعمك ابو عصام، فبتحب تفوت لعنا وتروق ونحكي كلمتين؟ ولا يا ابني تحاط الشر بين عيونك حتى نعرف نجاوبك. لك شو بدي احكي معه هذا؟ انا شو بدي احكي لك يا ابني؟ انا حكيت كلمتين. الله يرضى عليك ويرحم ابوك، لا تردني. الله تلطف فينا وانتهت بخناقه، واللي خسر رزقه هذاك اليوم الله هو الرزاق وهو اللي بيعوضه. انت زلمه كل الحق معك وحقك عنا. شرف. خير هو عمي؟ اوعى خير. شوفي عمي شوفي. اهلين ابو ظافر، جيت بوقتك. شوفي شيخي، شرف لنحكي. شرف تفضل. شوف ابني، انا عندي هالكلمتين وما عندي غيرهم، بدي اياك تسمعهم وتفهمهم كثير منيحه. قول لنشوف. قول. أبوك رحمة الله عليه أنا لا بعرفه ولا بعمري شفته ولا شيء، واللي صار تبع التزوير وما تزوير كلاته ملعوب بملعوب. أي مالت شي جديد؟ اللي بعرفه إنك طلعت بوراء أبي. لك ابني أنت تعرفني شيء؟ سائل عني شيء؟ لا ما بيهمني، اللي بيهمني أبي، أبي اللي حرمتني من شوفته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا ابني الله يرضى عليك، وحياة الله العظيم، وحياة الله العظيم، وحياة الله العظيم. لا شفت ابوك ولا بعرفه منيح هيك شيخي؟ هذا هو الحكي اللي جايين نسمعه؟ هلا روق هلال، روقنا الله يرضى عليك. طالما ابو عصام ما قتل ابوك ما لك عنده حق. انا معمول انه ابو عصام هو اللي قتل. انا بعرف انه ابي مات موتة ربه، بس اللي بعرفه انه ابو عصام حرمني من شوفة ابي، حرمني من اني ادفنه. انتو بتعرفوا انه الفرنساوي ما بيغسل الميت لما بيدفنه؟ يا جماعه لك انا قبر ابي ما بعرفه، ما شفته بحياتي. لا حول ولا قوه الا بالله. بس عمي انت بتصدق الفرنساوي ولا اولاد بلدك؟ لا اكيد اولاد بلدي. وانت عيني لك ابني، الفرنساوي ورا هالمشكله هاي، ونحن هلا قاعدين هون وما رح نطلع من هون الا بعد ما تتصالحوا انت وعمك ابو عصام. هذا الحكي زيد العقل. وقديش بدك مصاري تكرم؟ شو مصاري ما مصاري؟ روح روح عمي هلال، الله يرضى عليك، انت نشوي وسكرت وبتفهم. غلط وصار، وابوك الله يرحمه مات موتة ربه. لا الله يخلي لي اياك، خلينا نفرط القصة ونموتها بأرضها. وقد ما بدك تكرم عينا، اخي بنعتبرها دية الشر اللي بدنا نكسره. ما فيها شيء لك ابني، هو جبران خاطر. يا سيدي اعتبر اللي راح تطلبه هو هدية منا لك. ماشي. خليني اشوف اهليتي وبعدين برد لكم خبر. يا ابني ما رح تطلع من هون الا وانت رضيان، مشان نكسر الشر والفتنه والدم. خلاص شيخي خلاص، اعتبر الشر انكسر. انا رجال وقد كلمتي. الله يبارك فيك يا ابني. اذا طلعت انت اللي عاملها روح الله لا يسامحك لا دنيا ولا اخره. واذا طلعوا مخربطين مثل ما قلت لي ما في شيء بيني وبينك. بس انت طالع بوراء ابي شان تعرف. ها ايه علينا، خلصنا بقى هلال. تي 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 وحد الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشي انا بشاور اهليتي وبرد لكم خبر. السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك. شو ابو عصام؟ الحمد لله هاي انحلت مشكله. لك والله يا جماعه لا بعرف هو ولا بعمري شفته، اي بالله العظيم حلفت. ان شاء الله بتنقض على خير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. عم بيقولوا انه رح يعطونا مصاري، رح نشوف لوين رح نوصل معه. هلال اهلين عمي ابو ظافر. اهلين عمي هلال، بمعيتك تشرف لعندي على البايكن نشرب لنا كاسه شاي. شرفي اني حبيتك يا عمي ابو ظافر. ومالك علي يمين انا بالاكثر، الواجب اعزمك لعندي على البيت، بس عندي شويه شغل بالبايكن. شرف
كل ما حلاكم خير وبركة عمي شري أصيل بطل. شو؟ شو شو؟ وانت شو كنت تشتغل عم هلال؟ على باب الله عمي أبو ظافر، على باب الله يعني بعدتي لمشين هيك شي. شو عليه؟ شو عليه؟ الرجال ما بعيبه شغله القدع والمعدل والزقرد، هو اللي بيكسب رزقه على جبينه. ايه والله يا عمي ابو ظافر الشغل مو عيب، بس شغله طبع عصام ما عم تفوت براسي لا بميزان ولا بابان. لا كيف بسيطه بسيطه هلال، مو مستاهله شباب. لا عمي ابو ظافر، ابو عصام هو زعيم الحاره وكبيره. ايه هو، بس انا اللي شايفه انه مو ماين على شيء. بشرفي بشرفي، ها انت لازم تكون زعيم هي الحاره وكبيره. الله معي اصلا يا سيدي، الزعامه مو بالقعده بصدر المطافي. عمي ابو ظافر بدك الدغري، انا بدي بقول لك اللي بقلبي. بقلك عمي بق وريح ولا يهمك. عمي ابو عصام طلع بوراق ابي وحرمته هي اللي ساعدته بالوراق، وانا ما فيني احكي شيء. الله يرحمها تيسرت لعند ربها، شو بدي احكي؟ يعني انت هيك حاسس الموضوع لك هلال؟ ما في كلام، ايه هيك الشغلة. معنى الكلام انه لازم تاخد حقك يا هلال. ما لك علي يمين يا عمي ابو ظافر، انا كنت بدي افضحهم، بس كرامة هالشوارب والناس الطيبين اللي شروا احسانك سكتت اخرست. عمي ابو ظافر من الاخير بدي اياك تزبط لي اياها، نحن جماعة درويش وعلى باب الله، اخي شو بتجيب لي منهم؟ انا رضيان. بس انت كمان لا تكف عنه مغيره كثير، خليك وراه وراه، يعني ضل طل عليه. لك علي انصب له خيمه قدام باب بيته، منيحه؟ لك لا مو تنصب له خيمه، الشغله ما بدها خيمه، عم اقول لك بس طل عليه. واذا لا سمح الله خاوز معك تعال خبرني. امرك عمي الطافي. امسيك عمي هلال. هدول قرشين تفتحوا فيهم عزل المرحوم. الله يطول بعمرك ويكثر خيرك، بشرفي انك انت من اهل الخير. وان شاء الله انا بركض انا اليومين ثلاثه بجي وباخذ بالخاطر. تشرفنا عمي ابو ظافر، بس بصراحه انا بدي ابعث الاهل على حلب، بدنا نفتح عزهنيك. ايه الله يجعلك خاتمه الاحزان. الله يكرمك تعيش، ممنونك عمي ابو ظافر. السلام عليكم. الله معك الله معك. نزل عن وشك. هذا هو يا واطي يا كلب، في عليك يا لقلوك يا اول عواطي، في عليك في عليك يا صادق، في عليك يا السجوة. ما في حدا جوا. قلت لك وينهم؟ قلت لك ما بعرف، كل واحد فلتير، ما بتفهمش انت؟ اسمع انا رح اتركك تروح بحال سبيلك، بس اذا جاوبتني عن اسئلتي. انت ليش راجع على الحاره؟ وين كنت متخبي؟ وين كانوا اللي معك؟ قلت لك ما بعرف شيء، ما نكرك ما بعرف شيء. قلت لك وين رفقاتك؟ قلت لك ما بعرف شو لهم معي. قلت لك سمعت يا ابن الحرام ولا على ابوك. قلت لك وين رفقاتك؟ كملوا.
لما بنضحك بتزين افراحنا.